اللقاء هو باش نعطيو نظرة على نتائج وعلى حصيلة سنة 2017، وكيما شرحنا أنه المجموعة ديال أليونس أنجزت بنجاح برنامج الهيكلة ديالها. هذا البرنامج اللي جعلها تخرج بصفة نهائية من المشاكل اللي كانت تعيش بها، وخصوصا بالنسبة للمديونية اللي نزلت بواحد الشكل كبير. فالمديونية كانت في بداية 2015 8.5 مليار، نزلت من 50% تقريبا في السنة هذه 2017 اللي حنا عندنا نتائجها، وغادي تزيد تنزل في 3 شهور المقبلة، يعني في يونيو 2018 غتهبط ل 2 مليار و 900 مليون فقط، وفي آخر السنة 2 مليار، يعني من 8 مليار ونص وحنا غاديين ل 2 مليار. هذا مهم جدا وهذا غير مسبوق، وهذا الانخفاض ديال المديونية تينخفض معاه المصاريف المالية لي فري فينونسي لي شارج فينونسيير اللي كانت في 2015 ب 582 مليون، ثقل كبير على الميزانية ديال المجموعة، ولات في 2017 فقط 170 مليون، وغتكون حوالي 100 مليون في 2018. هادشي كله مع لا كاليتي ديال البرامج، يعني المستوى ديال البرامج ديال أليونس، ومع ليكسبيريونس ديال الخدام ديالها، جعل ان أليونس السنه الثانيه على التوالي تنهي السنه بارباح مهمه. لو ريزولتا نت، يعني الحصيله الصافيه، كانت ب 251 مليون ديال الدرهم ديال البينيفيس، يعني بزياده 41% مقارنه على 2016.